السلام عليكم ومرحبا بكم في سيميرا كويزين، فيديو جديد ووصفة جديدة عبارة على عصير ديال البرتقال والمانجا او المونغ. فكيجي رائع هذا العصير هذا، وكيجي منعش، والمذاق ديالو كيجي زوين بزاف، خاصة في هذه الايام ديال الحرارة هذه، فكنحتاجو بزاف للعصائر. فكنتمنى يا ربي ان وصفتنا تنال الاعجاب ديالكم. اكيد ان شاء الله غادي نوريكم حتى الطريقة ديال التقطيع او التقشير اللي كتكون سهله وعمليه ديال المونغ على هذا الشكل هذا. فكنتمنى يا ربي ان وصفتنا اليوم تنال الاعجاب ديالكم. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد، كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده للجميع. لكم مع المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. نتاع المونغ وسبعه ديال الحبات نتاع الليمون كيكونوا اكيد مغسولين. غادي ناخذ في البدايه الليمون ديالي وغادي نعصرو عادي، نعصرو في العصارة، وغادي نجمعو في الكاس تاع الخلاط العصير باش نكمل الكمية كاملة إن شاء الله ونرجعو نتلاقاو. عندي كمية قليلة وكتبقى كمية تاع الفاكهة على حسب عدد أفراد الأسرة وشحال بغيتو ديال العصير تحضرو. غنبقى حتى نعصر الليمون كامل ونرجعو نتلاقاو. صافي انايا بعد ما كملت العصير تاع الليمون، نتوما كتشوفو شحال عطاني في الكميه، غندوزو دابا ان شاء الله باش نقطعو المونغ ديالنا بواحد الطريقه اللي سهله. كناخذ الحبه تاعت المونغ كنقطعها هنا كيكون الوسط فيه العظم، كنقطعها من الجنب، نقطعها من الجنب الاخر، نجيب تبصير فينا نحط القطع تاع المونغ. كنحيد ليها القشره ديال داك الجزء اللي كيكون فيه العظم، صافي تندخل تنقرب ل تنحس بالعظم ديال المونغ، نحاول نزول منه كل اللب تاع الفاكهه على هذا الشكل وتيبقى لنا غير العظم. صافي بالنسبه للجزء هذا فكيجي ساهل اننا كنعملوا ليه بحال هكذا بالطريقه التقليديه، كتبقى هذه احسن واسرع. كنحاولوا ما نوصلوش حتى الجلده، كنقطع غير اللوب تاع المونغ وكنديروا ليها بحال هكذا، كيجي شكلها زوين. وتنقدروا نقطعوا هذيك الساعه قطع باش كنحضروا بها العصير ديالنا، كتجي سهله تقشير وتقطيع في نفس الوقت. انا استعملت موس ماضي بزاف فوصلت للقشره بلا ما نضغط بزاف. صافي بقات عندنا غير القشره، نتوما كتشوفوا حيدنا منها كل الفاكهة، وغادي نعاود نفس الشيء مع هذه القطعه هذه. وغادي ندير هكا حتى مع الحبه الثانيه، بعد ما كملت المانجا بالتقطيع غادي نعملها مع العصير ديالنا باش نطحنوها.
فالمذاق نتاع الليمون او البرتقال كيتواتى بشكل كبير مع المانجا. صافي والعصير ديالنا كيكون واجد. بالنسبه للسكر كيف كتضيفوه بحسب الذوق، وممكن تضيفوا قطع تاع الثلج او تدعوا العصير ديالكم في الثلاجه كيبرد حتى لوقت التقديم. كيجي زوين بزاف، لذيذ ومنعش، وفيه واحد المذاق اللي زوين، متاكده ان شاء الله غادي يعجبكم. انا غادي نخليه هكذا، ممكن تضيفوا ليه كما قلت لكم نتوما الماء او قطع تاع الثلج، فعلى حسب الرغبه ديالكم. الزهر ديالنا كيجي رائع كما شفتوا، انا خليته ثقيل، ممكن نتوما يضيفوا ليه الكميه المناسبه، تخففوه بالماء بارد او تضيفوا ليه قطع ديال الثلج، فكيجي رائع وزوين بزاف. ومحتاجيتش نهائيا انني نضيف ليه السكر لاني عندي الليمون حلو، وحتى المانجا لقيتها حلوه، فما شاء الله كيجي واحد العصير اللي لذيذ بزاف، مكونات بسيطه وكيجي زوين ومنعش في هاد الحراره هذه. كنتمنى يا ربي ان وصفتنا اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا لايك، تشجعونا باللايك وتشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، تبارطاجيو الفيديو مشكورين مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده للجميع. مبقى ليا في النهايه الا نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، ونضرب لكم موعد في فيديو قادم باذن الله. كنقول لكم استودعكم في حفظ الرحمن ومع السلامه.